بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من مساق برمجة قواعد البيانات باستخدام لغة البيئة SQL. كما تعرفنا سابقا أن هذه اللغة تستخدم مع قواعد بيانات أوراكل. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على كيفية إنشاء متغيرات وكيفية عمل valid and invalid identifier اللي هو بشكل عام كيف نعرف متغير، استخدام هذه المتغيرات، كيف نعمل declare للمتغير ونديله values initialize list and describe various data type أنواع الداتا تايب اللي عندي، identify the benefits of using type، هذا هنشوف في type attribute كيف هنستخدمها، declare and use and print bind variable. bind variable اللي هي المتغيرات المرتبطة. فلنبدأ على بركة الله. بالنسبة للمتغيرات، هي أي متغير هو عبارة عن temporary storage لإيه؟ نحفظ فيه الداتا. ومن خلال هذا المتغير بنعمل manipulation للvalues اللي موجودة داخل المتغير. وبنقدر نعمل reuse للمتغير اللي موجود عندنا. اختلفت جملة السلكت عما سبق في الـ SQL، إنه جملة السلكت أصبحت عندنا سلكت اسم عمود موجود في التيبل، واسم عمود موجود في التيبل إنتو اسم المتغير اللي إنت عرفته فاصلة اسم المتغير الثاني. طبعا هو بيعمل assign لاسم العمود مع المتغير from اسم الجدول. هذا كبداية عندنا. حنتدرب ونشوف كيف الكلام هذا. طبعا الـ identifier are used for naming a variable, providing a conversion of variable names. لازم يكون عندي أي متغير بيبدأ start with a letter, can include letter or numbers, can include special character such as dollar sign, underscore and bound sign. bound sign تمام. must limit the length, طول المتغير عندنا 30 character maximum. must not be reserved word، مش لازم يكون كلمة محجوزة، وهذه شروط تعريف أي identifier، وهذا متفق عليه سابقا. بالنسبة لل variable declared and initialized in the declaration section، قلنا إنه إحنا ال BLSQL block بيحتوي ثلاث أقسام عادة اللي هي ال commonly declare begin end، في عندي exception سيكشن. ده في الديكلير بنحط الفاريبل. اذا احنا اي متغير بدنا نستخدمه قبل ما نستخدمه بنعرفه. used and assign new variable in the executable section، بنعمل له assign تحت او فوق. passed and parameter as a parameter to SQL sub routine زي البروسيجر والفانكشن. used to hold the output of BLSQL sub program، يعني من خلاله بنحط القيم اللي ناتجه عن sub program داخل الفاريبل. السينتاكس اللي عندنا انه عندنا ايدنتيفاير ممكن يبقى كونستانت، الداتا تايب تبعته ممكن تاخذ قيمه نل ونط نل، نل انه بياخذ قيمه نل، نط نل يجب انه يعطي قيمه. ممكن نعمل له انيشلايز بالشكل هذا نقول becomes equal، ممكن ناخذ ديفولت اكسبريشن. نشوف كيف عندنا بيعرفوا الفاريبل. عملت انا لازم اكون كلمه محجوزه في البدايه، اكتب كلمه ديكلير declare زي ما احنا شايفين، اسم الفاريبل imp higher date، نوعه من نوع date، imp debt number اللي هو رقم المؤسسة او رقم الدائرة للموظف، اخذ نوع number واخذ not null و becomes equal 10، يعني اداله قيمة ابتدائية. location var character، طبعا هذه انواع الداتا تايب حنتعرف عليها. c commission يعني هي عبارة عن constants 1400. طبعا كيف بنعمل declare initialize the variable؟ اول حاجه ذكرنا انه في عندي عشان انا استخدم الطباعه database management system underscore output dot bot line لازم يكون عندي server set server output on. بنيجي لل declare part begin end، عرفت variable اسمه my name، فانا بدي ادي له قيمه my name. لو انا استخدمت my name هذا ما فيش اي قيمه له، فمش حيطبع لي اي حاجه تمام، حيديني ايرور. لكن ماي نيم هنا اديته قيمه اسمها جون، لو اجيت اطبع بيديني قيمه جون. نتجه الى الجانب العملي ونطبق الكلام هذا.
احنا بنتعامل في الجانب العملي مع بي ال اس كيو ال اللي هو الاوراكل اس كيو ال ديفلوبر. اول شيء بننشئ كونكشن اما بالضغط هنا على الزر الاخضر هذا بلس او كليك يمين نيو كونكشن. بالنسبه للنيو كونكشن بسميه اتش ار مثلا كونكشن عشان انا اعرفه Human Resources Connection. عند اليوزر اسمه HR والباسورد HR، وهذه عندي اللوكال هوست، هذا البورت اللي عندي على اوراكل اللي هو 1521، والاس اي دي سيرفيس اي دي اللي هو الداتابيس اسمها XE. بعمل تيست، اذا الحاله بيديني انه انا سكسس شبك على الداتابيس. بعمل كونكت، بطلب مني كمان مره HR، فبقول له بالشكل هذا. بالنسبة للاتش ار لقيت انا ابدا اكتب هنا زي ما كنا نكتب زمان جمل الاس كيو ال، فانا في عندي ديكلير سيكشن وعندي بيجن وعندي ايش اند. بالديكلير هنا ممكن ان نحط متغير اسمه اي وهذا نوعه نمبر. احنا ناخذ متغير اسمه ماي نيم ونوعه فار كاركتر. في عندي نوع اسمه var character 2 نحطه هنا 50. تمام. بالنسبة لبين البيجن والاند اصبحت الجملة نقول select، او بلاش نكتب جملة select، نطبع الكلام هذا فبنقول database management system. طلع كيف بكمل لحاله عن طريق control space، فبحط الكلام هذا. طبعا احنا ممكن هنا نكتب ايه underscore.put underscore line put underscore line عثبت ينزل سطر جديد، فبنقول له هنا بالشكل هذا اللي هي الكاركتر single quotation. بنقول له my name value my name is مثلا. تمام. وهنا بالعادة بنستخدم حاجة بسموها concatenation مع النص، ونقول له ايه my name. هطول قال لك اتغير المتغير my name. لو جينا نطبق الكلام هذا، هذا اشي سهل جدا. طبعا احنا قبل ما نبدا بهذه لو احنا بدنا نعمل كومنتس عليها بنحط ماينس ماينس، بصير الكود هذا ما لهش اي قيمه. ارجع اكتب داتابيز مانجمنت سيستم اندرسكور بوت بوت مثلا هالو بي ال اس كيو ال. لو انا جيت طبقتها هيك بقول لي ايه بروسيجر سكسسفلي كومبليتد. طب ليه ما كتب هلو بي ال اس كيو ال؟ لان احنا لازم نحط بالاول سيت سيرفر اوت بوت اوت بوت اون اهو. تمام. ونشغل كمان مره database management system underscore output dot put underscore line. begin كيف شغلها كمان مرة. هلو بي ال اس كيو ال. تمام. فهذا طبع عندنا الجمله هذه بالشكل هذا، وقفناها وشغلنا ايه الجزء الثاني هذا، وقلنا له اطبع لماي نيم. قال لك ايه انه في عندي ماي نيم وما طبعش اي حاجه لانه هذا ما اخذ اي قيمه، لكن احنا ممكن نعمل انيشاليز للفاريبل هذا ونقول له becomes equal عالي. طبعنا الكلام هذا فبقول ايه عملنا مسح للشاشه، طبقنا كمان مره ماي نيم از علي، فاخذ القيمه هذه بالنسبه للفيريبل هذا من اللي هو الايدنتيفاير اللي اسمه ايه علي. تمام. هيك احنا بنكون عرفنا الكلام هذا. نيجي نطبق هنا. طبعا الاول انا مش هتطبع اي حاجه لانه ما اخذش قيمه، الثاني هيروح يطبع لي ايه قيمة اللي هو جون. هذا بالنسبة لمين؟
انه جملة الطباعة كيف نعمل initialized للفاريبل. بالنسبة للديليمترز ان سترينج ليترال، ممكن انت تستخدم الكوتيشن هذه، يعني بيقول لك Thursday in Sunday is June is event. الايفنت هذا بدك تكتب Father's Day، زي ما هو كاتب Father's بدك تستخدم السيمي كولوم هذه، فبتستخدم ايه the Q داش وبتكمل. تمام، هذا وهذا Mother's Day نفس الحاجة، بس بدك تستخدمها بايش، بين اللي هو الكوتيشن هذه، فبيطلع لك الكلام اللي موجود. لو انت طبقته بيطلع لك الكلام الموجود. انواع الفاريبل عندي بالبيئه الاس كيو ال، عندي عده انواع للفاريبل: سكيلر اللي هو الرقم، كومبوزيت معقد، ريفرنس مرجع، لارج اوبجكت زي الفيديو زي الايمج زي الصوت زي الدوكيمنت حنتفرج عليهم. في نوع اس كيو ال بي ال اس كيو ال فاريبل، حاجه بسموها باين فاريبل، حنتعرف عليها وحنتعرف على استخداماتها ان شاء الله. بالنسبه للفاريبل في عندي هذا بوليان ترو فولس، هذا بسموه ايه الاو بي بيج، هذا الاو بي هذا عبارة عن سكيلر، هذا ديت، هذا تكست، هذا ايه ممكن ايه سي لوب، بسموه سي لوب كاركتر لونج باينري فايل عندنا. طيب بالنسبة للجايدنس فور ديكلاريشن فيريبل، كيف تعرف فيريبل؟ بقول لك انا انه احنا عملنا initialized، ادينا له قيمة زي ماي نيم، ادينا له قيمة جون، هذا ماي نيم ديفولت جون، اذا الديفولت فاليو لو انت ما اديتوش اي قيمة بروح بحط لك اياها جون. تمام، يعني انت ممكن تستخدم القيمه ايه ديفولت في الاوبريتور اللي موجود عندك بدل ما تستخدم ايه بيكمز ايكوال. طبعا بما لو شلنا الكولون هذا ما بيطلع لي اي ايرور عندنا، لانه هذه لغه برمجه تختلف عن لغه برمجه الجافا اللي تحط ايكوالز اساين دايري. طبعا كيف نعمل اساين كولوم نيم از ايدنتيفاير، كيف بنعمل الكلام هذا؟ بقول لك هنا افويد، ايش يعني تجنب يوزنج كولوم نيم از ايدنتيفاير؟ يعني ما بينفعش تروح تقول لي انا عرفت ديكلير امبلوي اي دي ورحت سيلكت امبلوي اي دي انتو امبلوي اي دي، فهنا الامبلوي اي دي والامبلوي اي دي بصير حاجه بسموها امبيجيوتي، ببطل يعرف الكومبايلر ان هو واحد انت بتقصد. تمام، بقول لك يوز ذا نوت نال كونسترينتس وين ذا فاريبل ماست هولد ذا فاليو، يعني لو كان عندك الفاريبل هذا اللي بدك تعرفه يجب ان يكون يحتوي على قيمه، استخدم اللي هو القيد نوت نال. السكيلر هولد ا سنجل فاليو هاف نو انتر، يعني السكيلر بقول لك سنجل فاليو يعني بريمتيف داتا تايب. تمام، بيز سكيلر داتا تايب عندي الكاركتر، تمام بتحط له ماكسيمم لينك، عندي فار كاركتر ماكسيمم لينك، في اختلاف بين هذا دايناميك هذا ستاتيك، في عندي اللونج رو، في عندي النمبر بريسيشن وسكيل اللي هو الارقام فلوتنج بوينت، في عندي باينري انتجر، في عندي PLS انتجر، في عندي بوليان، في عندي باينري فلوت، في عندي باينري دبل. طبعا احنا بنتعامل معاهم كنمبر، وبنتعامل مع الفار كاركتر والكاركتر بشكل عادي، وبنتعامل مع البوليان ايضا. سكيلر داتا تايب بقول لك في عندي الديت، الديت هذا كومبوزيت داتا تايب، ممكن في تايم ستامب اوراكل، تايم ستامب ويز تايم زون اللي هو المنطقه، تايم ستامب ويز لوكال تايم زون المنطقه اللي انت فيها، انترفال year to month السنين تحولها لشهور، والدي to second تحول لايه بين اللي هو تاريخ اليوم او اليوم لايه لثواني. طبعا هذا الوعد انواع ثانيه على انه احنا نكون انتجريتد مع اي داتابيس انجن ثاني. تمام، في عندي declaring scalable variable اللي هي الام جوب، حطوا فار كاركتر، count loop binary integer، debt total salary حطوا بالشكل هذا، اوردر ديت حطوا سيس ديت بيكمز ايكوال، اداله انيشلايز فاليو اللي هو التاريخ اليوم زائد 7 ايام، التاكس ريت كونستانت نمبر حطوا ايه قيمه ثابته كونستانت، لما بيكون عندي اي كونستانت لا تستطيع ان تعدل على قيمته، والفاليد حطوا بوليان ونوت نل واداله قيمه افتراضيه ترو بالشكل هذا. نجرب الكلام هذا على السريع، فاحنا حنعرف هنا my name وحنعرف num نوعه number وحنعرف num to نوعه constant بياخد number becomes equal 2، حنعرف num 3
بالشكل هذا، أو ممكن نقول num 1 number becomes equal 10 ونم 2 20 ونم 3 ونقول هنا result number. ممكن احنا نقول هنا اطبع لي بدل ما نقول اللي هو my name ونوقف الماي نيم هذا، اطبع لي result، اطبع لي num 1 زائد num 2. هنا بروح بجمع العدد الأول مع العدد الثاني بالشكل هذا. طيب إيش قال لك هنا؟ تعال numeric or في عندي error طلع هان. الايرور إنه أنا num 1 ونم 2 مش معروفة قيمته، فأنا مفروض إن أنا ما جمعش هو num 1 ونم 2. ممكن إحنا ناخده number ونجرب كده، لأنه constant بيقول لك هذا ما زبط معايا. variable declared not null declare number becomes equal و number بيقول لك لازم يكونوا not null. هذا ايش الرقم اللي بده يكون عندنا؟ بيكون عندنا result بتساوي num 1 زائد num 2 مثلا. نجرب هنا becomes equal، بقول له اطبع لي انا الريزلت. الريزلت ايش قال لي؟ 30 جمعهم. طيب لو انا رحت بدي اعدل على، لو حطيت نمبر وحطيت كونستانت، تمام الكونستانت هذه ممنوع اعدل عليها. لو حطيت له ديفولت 20 فهو اي قيمه حيديها 20. لو انا رحت اعدل عليه هنا وقلت نم 2 بيساوي 50 فهيك حيقبلها لانه حيعدل على القيمه اللي موجوده عندي فوق. طيب هذه الارقام انا تعاملت معاها من عندي. بالنسبه للجمل الثانيه حنبدا مع بعض ونتعرف كيف على متغير ثاني. افترض انه انا بدي اتعامل مع جدول الموظفين. طلع لو انا جيت جدول الموظفين هنا رحت على employees وعرضتهم كده، فانا عندي موظف اسمه first name ستيفن. انا بدي اجيب اسم الموظف واخزنه في متغير. ارجع اقول بدي اجيب اسم الموظف اللي اسمه ستيفن كينج كامل واخزنه في متغير الموظف رقم 100. عشان اجيب اسم الموظف رقم 100 نرجع لمين؟ لجمل الاس كيو ال. سيلكت، شايف كيف؟ الفيرست نيم، ممكن اللاست نيم، خلينا على الفيرست نيم. فروم امبلويز وير الامبلوي اي دي ايكوال 100. ايش الجمله هذه هتجيب لي؟ هتجيب لي اسم الموظف الأول اللي رقمه 100 من جدول الموظفين، تمام؟ لو أنا القيمة هذه عاوز أتعامل معاها في مكان تاني في تقرير أو على شاشة تانية وطبقتها على بوتون معين، فكيف بدي أخذ القيمة هذه؟ ما بقدرش أخذها بالـ SQL، فمحتاج أحطها في متغير عشان أتعامل معاها. كيف أحطها في متغير؟ عن طريق الـ PL SQL، تمام؟ فأنا بدي أعرف متغير اسمه imp name واقول هذا نوعه var character 2 حطيته 10 او 5، تمام. بالنسبه لجمله الاس كيو ال صار نكتبها select، ناخذها زي ما هي كده اللي احنا جبناه اللي هنا، تمام، واخذناها هيك وعلى بين البيجن وانت وضفناها select first name from employee where employee بيساوي 100. طيب الفيرست نيم هذا ارجعه وين؟ احنا عندنا بالبي ال اس كيو ال بنعرف متغير عشان يرجع فيه، فاصبحت جمله select لازم يكون زي ما قلنا بالاول بدها ايه؟ انتو. انتو هذه بنحط اسم المتغير، تمام. هيك احنا
بنطبع الكلام هذا، وممكن انا نطبع نقول the name is ونحط ايه اسم المتغير هنا. طيب المشكلة الوحيدة اللي انت حتواجهها انك انت مش عارف اصلا الامب نيم هذا قديش طوله اللي بده يرجع الفيرست نيم، هل هو 5 10 20؟ لو اجينا هنا على التعريف الكولوم فبنلاقيه هنا الامب نيم فار كاركتر 20 بايت، 20 كاركتر. طب كيف انا اعرف الكلام هذا؟ ولو كانش عندي صلاحيات اني انا افتح على الكود بتاع الجدول، بقول لك استخدم حاجه اسمها في المية تايب. اذا انا بقول له هذا نوع من نوع employees دوت ايش معنى الجملة هذه؟ معناها انه طلع كيف؟ لو انا جبت كده قال لي ستيفن، معناها ايش الجملة هذه؟ معناها انه يا نوع المتغير اللي اسمك امب نيم، روح لي على جدول الموظفين، روح لي على الفيرست نيم، هات لي الداتا تايب بتاعته ووديها لمين؟ للامب نيم. يعني انا بطل عندي اني انا اتوجه للتيبل، اوتوماتيك بياخد نفس نوع، يعني كانه بيعمل كوبي لمين؟ للداتا تايب بتاع العمود هذا. هيك بنكون تعرفنا بشكل عام على كيف نعرف متغير، وان شاء الله البرسنتج تايب هذا بنكمل، بننتهي للحلقه هذه او للدرس هذا من بي ال اس كيو ال. هذا والله المستعان، والله ولي التوفيق. بالنسبه لاي تعليقات كيف ننزل هذا ممكن تشوفوا ايش مطلوب مني، وان شاء الله بنزل لكم كيف عمليه تنزيل الاوراكل اس كيو ال ديفلوبر. هذا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.